بس هو الصوت انا معليه الصوت اعلى حاجه عندي، بس هو واطي برضه. ثواني يا سنه اقول ان البيت يعني هو هتلاقيه طالع من فوق كده من القايمه اللي انت كنت جايباها. ايوه ما تخلي دي كده و ميس ثانيه واحده. حاضر يا سنه اقول. طيب خلاص تمام ماشي. بتنزلي بقى يا جماعة، انتوا سامعين كويس؟ ما خلاص هي كده، هي الصفحة كاملة. جماعة اه يا سنة أولى، هو أنا معاكي يا سنة أولى خلاص. سامعين كويس؟ سامعين طب كويس؟ أنا سامعة كويس، الصوت سامعة؟ واطي يا أنا ميس. بتكلم أهو كده سامعة. اه كده كويس. رقم 4 دي، رقم 5 فيها قبليها رقم 4 بس. يبقى محافظة الألوية اللي حلها معاكم دلوقتي يا سنة أولى صفحة 80. أول سؤال، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. واحد يتركب جزيء الماء من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. رقم 2، الرمز الكيميائي لعنصر البريليوم بي اي بي اي، بينما الرمز الكيميائي لعنصر البروم بي ار. ثالث حاجة، تستخدم سبيكة النيكل كروم في صناعة النيكل كروم صناعة ملفات التسخين. سوري اسفه في صناعة ملفات التسخين، بينما تستخدم سبيكة الذهب والنحاس في صناعة الحلي. الحلي. رقم 4، تتوقف طاقة وضع الجسم على الوزن الوزن والارتفاع. تمام. رقم 5، تتكاثر الصراخص بتكوين الجراثيم، بينما يتكاثر نبات الصنوبر بتكوين البذور. ميسا وانا مش فاهمة اللي هو سؤال رقم بيه ده، رقم كام؟ بيه اللي هو رقم ما أي بيه سؤال؟ اللي هو رقم كام معلش؟ ايه رقم كام بتقولي؟ هو ده يعني. سامعاكي، علي صوتك. ده يعني ده اللي انا عملت عنده سهم ده. رقم ب، اكتب التوزيع. ميس انا مش سامعة اي حاجة ولا انا قلت سألت على السؤال وبعدين ما سمعتش حاجة تاني. طب يا جماعة حد تاني سامع حاجة؟ انا لا مش سامعة حاجة. الميس قافلة المايك بتاعها. ما عملتوا صفحة كام؟ صفحة 80 دي محافظات يا جماعة، ميس جايباها من على النت يعني مش هتلاقوها عندكم. ميس لسه قايلة ان دي صفحة 80، فممكن تكون في كتاب خارجي مش عارفة يعني. اوكي لا لا، اللي احنا عشان احنا كنا بنحل في المرة اللي فاتت نفس المحافظات، بس بدأنا من أول محافظة. عندكم اللينك بتاعها؟ ها؟ يا جماعة لا لا مش معايا. طب قولي رقمك وانا هبعتهولك ثانية.
قولي رقمك. كريمة هي مش المحافظات هقول لك دي هنا تقريبا يعني. على النت ولا من الكتاب؟ اللي معهاش، لا يا جماعة ده لينك كده مش بعتولنا، قولوا الرقم، قولوا الرقم بتاع، وقولوا رقمكم وانا هبعتهولكم. يا جماعة قولوا أرقامكم وأنا هبعتهولكم. هو ده يعني ميس هارون كانت بعتها على الجروب بتاع المدرسة، الجروب بتاع الفصل يعني؟ آه لا، بعتها على الجروب الدفعة يعني وكده، بس في ناس مش عندها. لو عايزينه يا جماعة قولوا أرقامكم في ايه، طب او اسميكوا اي حاجة. يا جماعة خلاص كده ممكن يكون محدش عايزه، ممكن يكون معاه. لا، عشان لو عايزين تطبعوا او كده، عشان هو مش موجود في الكتاب. هما كل الحصص الزوم هيفضلوا يعملوا كده فعلا، والحصة دي علينا وهنصحى بدري على الفاضي يعني. مش عارفة بجد، هو الميس فين اصلا؟ مش مش عاملة عارفة، ميس سابت البتاع ومشي زي برضو ما حصل في العربي. ليه ال يعني؟ ال كتبت رقمها دي تقع. سنة أولى. أنا معاكي، أنت سامعاني؟ اه سامعين؟ اي مش طب اي أمال مش إيه اللي عمالة تتكلم تقولي الميس سابت الدرس وما سابتش الدرس؟ أمال أنا مين اللي بيتكلم يا حبيبتي؟ من فضلك مش عايزة كلام تاني. السؤال التاني بحل فيه، اكتب المصطلح العلمي. اول حاجة عملية التصعيد، تاني حاجة الحيز الذي يشغله الجسم من فراغ، ده الحجم، تعريف الحجم. تالت حاجة تحور في سلوك الكائن الحي في اوقات محددة من اليوم او السنة، التكيف الوظيفي. رابع حاجة جسيمات تؤثر في كتلة الذرة ولا تؤثر في شحنتها، كتلة النيترون او النيترونات. خمسة التلوث الناتج من محطات تقوية إرسال التليفون المحمول، تلوث كهرومغناطيسي. اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد عدد ذرات جزيئين من الماء. الجزيء الماء الواحد بيتكون من ذرتين، لسه حالينه في أول سؤال فوق. جزيء الماء بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، يبقى إذا جزيء الماء فيه 3 ذرات. طب هو عايز جزيئين من الماء، يبقى إذا 6 ذرات، يبقى اتعلمي على 6 ذرات. يستخدم غاز نقط في ملء البالونات الاحتفالات، غاز الهيدروجين. يتم حساب عدد الإلكترونات التي يتشبع بها أي من مستويات الطاقة، تبقى 2 نون تربيع. الصفحة اللي بعديها رقم 81 طاقة الحركة لأي جسم متحرك تساوي نصف الكتلة في مربع السرعة، يبقى تعليم على كلمة مربع. 5 لا تنتقل الحرارة في نقط عن طريق الحمل، ما بتتنقلش في مين، عن طريق الحمل في الألمونيوم، لأن الألمونيوم بينتقل بالتوصيل، أي مادة صلبة بالتوصيل. طيب قارن بين جزيء النشادر وجزيء الهيدروجين من حيث عدد ذرات الجزيء. جزيء النشادر يتكون من 3 ذرات هيدروجين وذرة نيتروجين، بينما جزيء الهيدروجين يتكون من 2 ذرات هيدروجين. رقم 2
قارن بين الحديد والأكسجين من حيث قوى التماسك بين جزيئات كل منهما. قوى التماسك في جزيئات الحديد كبيرة جدا، بينما قوى التماسك في جزيئات الأكسجين ضعيفة جدا. السؤال الثالث، استخرج الكلمة أو العبارة الغير مناسبة ثم، يعني نستخرج أول حاجة الكلمة الغير مناسبة ثم أكتب ما يربط باقي الكلمات. بقية الكلمات بقى إيه اللي يربطها مع بعض؟ رقم واحد قايلين الحديد، النحاس، الذهب، الفحم. يبقى إذن الكلمة الغير مناسبة هتبقى الفحم، بينما الحديد والنحاس والذهب مواد صلبة تليين بالتسخين. يبقى الكلمة اللي هنستخرجها الفحم. نكتب بينما الحديد والنحاس والذهب مواد صلبة تليين بالتسخين. طيب رقم اتنين، الكلور، النشادر، النحاس، الألمونيوم. هنستخرج كلمة النشادر وباقي الكلمات جزيئات عناصر، بينما النشادر جزيء مركب. رقم ثلاثة، الكافور، الطحالب، القمح، النخيل. كلمة اللي هنستخرجها الطحالب، بينما باقي الكلمات نباتات تتميز إلى جذور وساق وأوراق، إنما الطحالب لا تتميز إلا ساق وجذور وأوراق، يعني ما فيهاش لا جذور ولا ساق ولا أوراق، إنما باقي النباتات فيها جذور وساق وأوراق. رقم أربعة، السخان الكهربي، المروحة الكهربائية، المكوى الكهربائية، الفرن الكهربائي. اللي هنستخرجها المروحة الكهربائية، بينما باقي الكلمات بتتحول من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية. رقم خمسة، الفأر، الأرنب، القنفذ، السنجاب. الكلمة اللي هنستخرجها الأرنب، بينما باقي الكلمات ضمن فصيلة القوارض، القوارض، بينما الأرنب أرنبيات. يبقى باقي الكلمات اللي بيربطها إنهم قوارض. رقم ب، ركزي معايا في ب دي عشان مهمة. كرتان، دي مسألة، عندي كرتين من معدن واحد نفس المعدن، نفترض إن هو حديد، يبقى عنده كرتين من حديد، تمام كده؟ طب يعني ايه بقى الحته دي، التكايه دي، كورتين من حديد، ادام دي حديد ودي حديد، ها مين شاطر؟ يبقى اذا كثافتهم واحده، ده حديد ماده واحده، يبقى اذا الكثافه واحده. فمديني حجم الاولى وحجم الثانيه، ومديني كتله الاولى ومش مديني كتله الثانيه. يبقى اذا اجيب الكثافه من حجم الاولى وكتله الاولى، وهي هي هتبقى كثافه الثانيه، فاجيب منها كتله الثانيه. طب هكتب ايه يا مس؟ هنكتب كثافة المعدن الواحد تساوي الكتلة الأولى على حجم الأولى. طيب فين كتلة الأولى يا مس؟ 85 على حجم الأولى 5، هنعمل 85 على الخمسة، هتطلع لي كام؟ على 17. يبقى اذا كثافه المعدن الواحد بتساوي 17 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب نيجي نجيب الثانيه، هنجيب كده كتله الثانيه، يبقى كتله الكره الثانيه هتساوي الكثافه في حجم الثانيه، يبقى هنساوي كثافه لسه جايبينها كام، 17 في حجم الثانية 10، يبقى هتساوي 170 جرام. المرة دي قلنا جرام عشان أنا بحسب الكتلة، اللي قبليها قلنا كثافة فقلنا جرام لكل سنتيمتر مكعب، تبقى حافظة الوحدة كويس جدا. طيب رقم جيم، ضع علامة صح أم خطأ. واحد، استطالة الأطراف الأمامية في الخفاش لأداء وظيفة التسلق. طبعا غلط، مين اللي بيعمل التسلق؟ الكروت، القرد. فنشيل كلمة الخفافيش ونكتم الكروت. طيب رقم اتنين، يتميز الأسد بوجود أنياب مدببة
ودروز بها نتوءات حادة. إذا صح فعلا الأسد ليه أنياب دروس عشان رقم ثلاثة، الناس اللي فاتحة المايك من فضلك، رقم ثلاثة عند تبريد الهواء، أقفل بس المايك، عند تبريد الهواء تقل كثافته فيهبط إلى أسفل. غلط، تزداد كثافته فيهبط إلى أسفل، لأن الهواء البارد تقيل فبينزل لتحت فبتبقى كثافته كبيرة، إنما الهواء الساخن كثافته قليلة فيرتفع إلى أعلى. نشيل كلمة تقل وتكتب تزيد. رقم أربعة، تتحرك جزيئات المادة الصلبة حركة اهتزازية بسيطة. صح. رقم أربعة، فعلل، يعتبر إفراز الثعابين للسم تكيفا وظيفيا. ليه بيعتبر إفراز الثعابين للسم تكيف وظيفي؟ دي اشمعنى دي بنقول عليها تكيف وظيفي وما قلناش تكيف تركيبي أو سلوكي؟ ليه؟ لأنها بتفرز السم في وقت معين عند هجوم الأعداء عليها، وإذا ده تكيف وظيفي. طيب رقم اتنين، تختلف طريقة تكاثر نبات كزبرة البئر عن طريقة تكاثر نبات القمح. ليه عللي؟ لأن نبات كزبرة البئر يتكاثر بالجراثيم هو والفجير، بينما تكاثر نبات القمح بالبذور. طيب رقم ثلاثة، تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق الإشعاع. ليه بتنتقل بالإشعاع ما بتنتقلش بالحمل أو التوصيل؟ لأن هناك فرق شاسع بين الشمس والأرض، في مسافة كبيرة جدا جدا بين الشمس والأرض، فمش هنلمسها، فمش هنقدر نلمسها، فبتنتقل إلينا عن طريق الإشعاع. رقم أربعة، يحفظ البوتاسيوم والصوديوم في المعمل تحت سطح الكيروسين. ليه؟ لمنع تفاعله مع الهواء أو لمنع تفاعله مع الأكسجين، دي هام جدا. رقم أربعة، ادرس الأشكال التالية ثم أجب. أول حاجة ده إيه؟ ده منقار صقر. طب رقم اتنين ده إيه؟ ده منقار طويل ورفيع هدهد. رقم ثلاثة دي بطة. طيب بيجي يقول لي سؤال إيه؟ ما نوع الغذاء الذي يناسب كل منقار؟ يعني منقار الصقر إيه الغذاء اللي هيناسبه؟ اللحوم. صح، الفريسة. طيب رقم اتنين اللي هو منقاره طويل ورفيع يتغذى على الطائر، يتغذى على الديدان. رقم ثلاثة، البطة والوزة بتتغذى على الإيه؟ ترشيح الطعام من الماء. طيب يقول لي رقم اتنين إيه؟ إيه الشكل بقى المتوقع لأرجل الطيور؟ ده شكل رجله إيه؟ ده شكل رجله إيه؟ ده شكل رجله إيه؟ نيجي عند الصقر، شكل رجله عبارة عن أربع أصابع، ثلاث أصابع منهم أمامية وتنتهي بمخالب حادة، وصابع خلفي قابل للإنثناء التملك من الفريسة. طيب رقم اتنين قلنا منقاره طويل ورفيع ورجله برضه طويلة ورفيعة، حتى يستطيع المشي في الماء. رقم ثلاثة، البطة رجليها مكففة الأصابع عشان تستطيع العوم في الماء. تمام كده، دي محافظة الأليوبية. نقلب على المحافظة اللي بعديها، لحظة. رقم خمسة، محافظة الأليوبية رقم خمسة، أكمل. أول واحدة، أصغر جزء من المادة يوجد على حالة انفراد ويتضح فيه خواص المادة هو الجزيء، بينما أصغر جزء منها يشترك في التفاعلات الكيميائية الأصغر بقى منه الذرة. طب تصنع أواني الطهي من الألمونيوم، بينما تصنع المقابض أواني الطهي من البلاستيك.
دروسيرا من النباتات المفترسة. في العمود الكهربي البسيط يكون القطب الموجب النحاس والقطب السالب الخرسين. مورد الطاقة الدائم هو الشمس. ب. علل لما يأتي. يثبت الفريزر على الثلاجة. ليه بحط الفريزر فوق؟ لأن كثافة الهواء البارد كبيرة جدا فتهبط إلى أسفل. طيب رقم 2، علل لي النواة موجبة الشحنة، لأنها تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. رقم 3، بعض الطيور لها مناقير طويلة ورفيعة وبعضها لها مناقير عريضة. لسه قايلينها ان الطيور ليها مناقير طويلة وعريضة حتى تستطيع التقاط الديدان من الماء. طب بعضها الآخر ليها مناقير عريضة ليه؟ لترشيح الطعام من الماء. السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي. كتلة وحدة الحجوم من المادة كثافة. تعريف الكثافة. رقم 2، مقدار الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. ده تعريف طاقة الوضع. أسفة يا ميس، النت قطع عندي بقى. ثانية. طيب حاضر. كده سامعة؟ أيوة تمام. تمام يا حبيبتي. رقم 3، تحور في سلوك الكائن الحي أو تركيب جسمه أو الوظائف الحيوية لأعضائه. ده تعريف التكيف. رقم 4، اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة. تعريف المركب. تمام. هي معدل الحصة قد إيه؟ تبقى تلت؟ هو خلاص يعني. شكرا يا مصر. احنا فين؟ رقم 5، التلوث الناتج عن محطات تقوية ارسال التليفون المحمول. هنا تلوث كهرومغناطيسي. درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية درجة الغليان. المسألة دي شبه اللي احنا لسه حلينها دلوقتي حالا. كرتين من معدن واحد، كتلة الكرة الأولى 80 وكتلة الكرة الثانية 120. إذا كان حجم الكرة الأولى 20، فما يكون حجم الكرة الثانية؟ نفس الوضع بالظبط. هنكتب كثافة المعدن الواحد تساوي كتلة الكرة الأولى على حجم الكرة الأولى. يبقى 80 على 20 بتساوي 4 جرام لكل سنتيمتر مكعب. فإذا حجم الكرة الثانية يساوي الكتلة على الكثافة. الكتلة 120 على 4 هتديني 30 سنتيمتر مكعب. طيب قولي اكتب الرمز الكيميائي للعناصر الآتية. الفلور F، المغنيسيوم Mg. الكبريت S. حد يتكلم معايا كده يا سنة أولى، انتوا سامعين؟ الكبريت S، السيليكون S I. اختر الإجابة الصحيحة. توجد دعامة داخلية في الأسماك. العنصر السائل الذي يتكون جزيئه من ذرتين سائل ومن ذرتين يبقى البروم. سؤال رقم 3 بس مش باين عندي، لو حد يفتح يقول هو يستخدم غاز ايه مش باينه. يستخدم غاز في ملء بالونات الاحتفال. مستعيلين الهيدروجين او الهيليوم. شوف الاختلاط عندك ايه لان انا مش باين عندي.
رقم 4، من النباتات التي تتكاثر بالجراثيم كزبرة البقر، ودي برضو من الأسئلة المهمة سنة أولى. رقم 5، تنتقل الحرارة بالتوصيل خلال المواد الصلبة. مسألة أخرى وارد إن يجي في الامتحان مسألتين، تبقى مسألة على الكثافة ومسألة على الطاقة. جسم كتلته 3 جرام وطاقة وضعه 75 جول وطاقة حركته 100 جول، احسب ارتفاع الجسم. ارتفاع الجسم بيساوي ايه؟ بيساوي طاقة الوضع على وزن الجسم. طب انا مش عندي الوزن، فاول حاجة هحسبها الوزن. وزن الجسم بيساوي الكتلة في 10، يعني هيساوي 3 في 10 بيساوي 30 نيوتن. يبقى اذا الارتفاع هيساوي طاقة الوضع اللي هي 75 على 30. هنعملها على الآلة تطلع لي 2.5. يبقى إذا الوزن بيساوي، سوري أسفة، الارتفاع بيساوي 2.5. طيب رقم 2، بيطلب مني الطاقة الميكانيكية للجسم. احنا واخدين قانون الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. طاقة الوضع 75 جول زائد 100 جول هتساوي 175 جول. عنصر رمزه الكيميائي Ca، تحت 20 وفوق 40، يبقى ده الكالسيوم. اكتب التوزيع الالكتروني لهذا العنصر. هنوزع ال 20 الكترون، هنوزعهم ازاي؟ نركز ده عشان ده وارد نيك. الكي هيتملي ب2، ال ب8، الام ب8، الان ب2. هعيده تاني تمام عشان نبقى مركزين. الكي 2، الام ب8، ال ب8، الان ب2. لازم املى الاول وبعدين في الاخر اخر واحد بس هو اللي يبقى ناقص، ما ينفعش انقص. ومفيش مستوى بيتملي، اول مستوى ما بتمليش باكتر من 2 وبقيه المستويات ما بتتمليش باكتر من 8، يعني ما لاقيش مستوى حد كاتب لي فيه زي ال 100 تر 9 واخر المستوى اخره يبقى 8. برافو. يبقى اخر يعني المستوى الاولاني اخره 2 تمام، اي مستوى تاني اخره 8، يعني ما ينفعش اكتب اكتر من 8 في اي مستوى. تمام. طيب ميس، نعم، هو ينفع اكتب 2 8 2 8؟ لا طبعا. وينفع املى حاجه قبل حاجه؟ انا ماشي بالترتيب، المستوى المستويات بتاعتي لازم املاها بالترتيب، ده كده غلط. بملى الاول الكي، ده اول مستوى، هينفع املى الرابع قبل الخامس، السادس قبل السابع، السابع قبل السادس قصدي، ولا نملى الرابع وبعدين الاول؟ لا طبعا، انا بملى مستوى مستوى بترتيبه. عشان الوقت ايه قرب يخلص، فاضل تقريبا 10 دقايق. حدد العدد ازاي، هنخش تاني ولا لا؟ 8 8 2، محدش يكتب اي حاجه تاني غير كده عشان دي ما فيهاش لعبه، قاعده لازم نمشي عليها. زي ما يبقى عندك جمع، ينفع اطرح؟ لا، عدم جمع بجمع، عدم طرح بطرح. طيب احسب عدد النيترونات في الذره. النيترونات ما ننساهاش، حاجه مهمه جدا. اول ما يقول لي نيترون نطرح نون نون، احسب عدد النيترون يبقى نطرح. نطرح الرقمين من بعض، العدد الكتلي ناقص الذره. النيترونات 40 ناقص 20 بتساوي 20 الكترون. طيب هل هذا العنصر نشط ام خامل ولماذا؟ اعرف منين نشط او خام؟ ببص على اخر مستوى خالص، اخر مستوى لو كامل فيه 8 يبقى ساعتها نقول ده خامل. طب لو ناقص يبقى نشط، بقولها كامل خامل ناقص نشط، لقينا ناقص يبقى نقول ايه نشط. يبقى اذا ده ناقص، ده فيه 2 يا مس، المفروض يتملي بكام؟ ب8. يبقى اذا ده ناقص يا مس، يبقى نقول هذا العنصر نشط. ليه؟ لماذا؟ لان مستوى الطاقه الخارجي له غير مكتمل بالالكترونات. صح ولا غلط؟ مش هقرا بقى السؤال عشان قبل الوقت ما يقطع. جزيء خلاص ماشي، جزيء النشاط 3 نيتروجين وذره هيدروجين. غلط، بالعكس، تتلون الحرباء بالوان البيئه ويعتبر ذلك تكيف سلوكي. تمام. الذره التي تحتوي على 13 بروتون و14 نيترون و13 الكترون تعتبر متعادله كهربائيا، صح؟ للتطبيقات التكنولوجيه
آثار سلبية وآثار إيجابية، صح؟ يستخدم عنصر الـ Au اللي هو الذهب، المفروض نحفظ الرموز كويس جدا، في صناعة الحلي، صح؟ ماذا يحدث إذا لم تحتوي نواة ذرة العنصر على نيترونات؟ لو ما فيهاش نيترونات يبقى إذن العدد الذري بيساوي العدد الكتلي. تم ملامسة جسم ساخن، تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. وقفت الحشرة الورقية على حائط أبيض تتلون بلون الحائط. إذا زادت سرعة جسم إلى الضعف، السرعة زادت للضعف مع ثبات الكتلة، فإن طاقة حركتها تزداد إلى 4 أضعاف. مهمة. أضيف 230 سنتيمتر مكعب من الكحول إلى 270 سنتيمتر مكعب، يصبح حجم المخلوط 499، يعني أقل من لا يا ربي أسفة، 270 و230 قد 400 500، يصبح 499، أقل من 500 بحاجة بسيطة. اخبر زميلك إنه شاهد طاهر، اخبر زميلك إنه زميلك إنه شاهد طائر لا يعرف اسمه، وصف أنه يمتلك بمنقار حاد وأرجل بها أصابع تنتهي بمخالب حادة. يبقى إذن ده مين؟ الصقر أو النسر. طب نوع التكيف في المنقار؟ تكيف تركيبي. ما نوع الغذاء الذي يتغذى عليه؟ لحم الفرائس. ما عدد الأصابع في كل رجل؟ الرجل فيها 4 أصابع، 3 أمامي و1 خلفي. ما الاسم الذي يطلق عليه هذا النوع من الطيور؟ الصقور والنسور. تمام كده؟ قبل بقى الوقت يخلص 5 دقايق، حد عايز يسأل على حاجة؟ ميس أنا عندي سؤال في رقم 3. اتنين حصة وتقطع وترجع. هو مش المفروض إن هي الحشرة الورقية مش بتغير لونها، دي الحرباء بس، فهي كده هتكون هدفا لأعدائها؟ بس هي بتعمل تكيف إيه؟ أسفة. تمام خلاص ماشي معاكي. يبقى دي الحرباية. بس هو بيقولك ماذا يحدث؟ وقفت الحشرة الورقية. لو الحشرة دي اسمها قلنا عليها ممتنة. يعني إيه ممتنة؟ يعني محاكاة، زي وضع الحرباية. الحشرة الورقية والحرباية وحشرة العود ممتنة. يعني إيه ممتنة أو يعني إيه محاكاة؟ بتتشبه بالبيئة اللي عليها، يبقى زيها زي الحرباية. التلاتة دول زي بعض، الحرباية والورقية والعود، التلاتة واحد، الاتنين بيعملوا محاكاة. المحاكاة يعني بيتلونوا بلون البيئة اللي عايشين فيها أو المكان اللي هيبقوا موجودين عليه. تمام؟ بس الميسي هي مش بتغير لونها. إيه يا حبيبتي؟ هي مش بتغير لونها. اسمها بتعمل محاكاة. محاكاة يعني إيه محاكاة؟ يعني بتبقى تتلون بلون البيئة اللي عايشة عليها. هي مش هتفور الحلبق بس؟ الحرباء والحشرة الورقية وحشرة العود التلاتة بيعملوا محاكاة، يعني بيتشبهوا بالبيئة اللي عايشين عليها. مين تاني يا ولاد؟ ها؟ حد عايز يسأل على حاجة تاني؟ تمام كده كله؟ ميس طب أنا مش فاهمة الرقم ب، اكتب المصطلح اللي هي آخر واحدة دي. ايه درجة الحرارة؟ لا فين؟ لا هي كورتين من المعدن. دي مسألة، دي مش مصطلح. أنا مش فاهماه. تاني طيب هقولها. المسألة بيقول لي كورتين من معدن واحد، من أول كلمة كده في تكة، كورتين من معدن واحد، يعني عندي كورتين من حديد مثلا أو من نحاس، يبقى إذا كثافتهم واحدة. مديك كرة كتلتها وحجمها وكرة تانية كتلة وحجم، يبقى أجيبي الكثافة من حاجة واحدة معلومة. يعني إيه معلومة؟ يعني أعرف كتلتها وأعرف حجمها فأجيب منه الكثافة. طب هيجي الكتلة التانية ناقص منها الحاجة الحجم. أنا عندي الكثافة وعندي الكتلة أعرف أجيب منها الحجم. يعني أنت لو حافظة قوانين إن الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، هجيب الكثافة من كتلة الأولى على حجم الأولى. ما ينفعش أكتب كتلة الأولى على حجم التانية أو حجم التانية على كتلة الأولى. الكثافة بتتجاب من كتلة على الحجم بتاعت الأولى، يبقى نكتب الكثافة بتساوي 80 على 20، هتطلع 4. طب عايز أجيب حجم التانية منين؟ قانون بقى الحجم، لو مش حافظه القوانين هتحلي على طول. ها قولي لي اجيب الحجم منين؟ قانون الحجم، الحجم بيساوي الكتله الكتله على الكثافه. بس الكتله بتاعت حجم الثانيه، لازم اكتب كتله حجم الثانيه عشان انا بجيب حجم الكره الثانيه. 120، واحنا لسه جايبين الكثافه، يبقى 120 على 4 فيها 30. وصلت ميس؟ تمام. هو ممكن حضرتك تعملين ايه حاولتي؟ ممكن حضرتك تعملين المراجعة الجاية بس شوية مثال على الطاقة عشان عايزة افهمها بس شوية. ايه؟ ممكن يا ميس بس الحصة الجاية تعملين لنا شوية مثال على الطاقة؟ اه
على مسائل، على الطاقة مسائل بس يعني؟ أيوة يعني مسائل. ما احنا من أصلا من حل المحافظات يعني، احنا دلوقتي حلينا دي مسألة، دي التانية دي التالتة. عن الطاقة بس، عايزين حصة عن الطاقة بس. عن مسائل عن الطاقة بس؟ اه. طيب. اي ميس على وحدة الطاقة. طيب. طب ميس حضرتك ممكن تبعتي الشيت ده؟ حاضر. ايه قولي رقمك وانا هبعته. طب هيبقى النوتة هتبعتهولي. عشان في ناس بس إيه لو الحصة الجاية على المسائل لازم نحفظ كويس جدا القوانين والمثلثات. في حصة تانية امتى؟ نعم؟ لا لسه في حصة تانية امتى؟ لسه ما حددوش. هي كده كده بتبقى حصة في الأسبوع، يعني الأسبوع ده كده خلاص ما فيش حصص تاني. الله أعلم الأسبوع الجاي الوضع إيه بقى، هنبتدي بقى الامتحانات ولا هنبتدي إيه، وممكن احتمال ما بقاش في حصص تاني زوم عشان موضوع الامتحانات. طب تمام يا ميس، لسه فاضل دقيقتين لو عايزين اجيب لكم مسألة تانية. لحظة سألنا واحدة عن الطاقة ميس. هو ميس هو الناس اللي عايزة تبعت الشيت يكتبوا ارقامهم تحت وانا هبعت لهم. هم المفروض سامعيني كده. حضرتك الجروب قول اول الف يعني، فممكن تبعت لنا على الجروب عشان مش في جروب الدفعة. في مسألة بيقول لك أيهما طاقة وضعه أكبر؟ جسم ألف كتلته 7 كيلو جرام على ارتفاع 8. إحنا متفقين طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع أو الكتلة في 10 في الارتفاع. طب هو مديني كتلته كام؟ 7 وارتفاعه 8. بجيب طاقة الوضع إزاي؟ الكتلة في 10 في الارتفاع، الكتلة 7 في 10 في الارتفاع 8، يبقى 7 في 10 في 8 أحسبها وأجيب منها طاقة الوضع. بيقول لك اما الجسم بي وزنه 90 على ارتفاع 5، طب اجيب منها ازاي طاقه الوضع؟ دي مديني الوزن على طول اهو، بطاقه الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع 90 في 5. معايا سنه اولى؟ ايوه يا مس. ها وصلت دي ولا لسه برضو؟ لا دي اسهل من الباقي. اه هي اسهل فعلا. محافظة 6 نشوف مسألتها ايه. اهي رقم 4 في مسألة في المحافظة رقم 6 في الشرقية. السؤال الرابع ألف قذف شخص كرة رأسيا لأعلى فكانت سرعتها 4 متر كل ثانية على ارتفاع 5 متر وكتلتها 2 كيلو جرام، طب أجيب منين طاقة؟ مش الوقت خالص. احسبي بس اكتبي قوانين طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، الوزن هيبقى الكتلة في 10 يعني 2 في 10 في الارتفاع 5، بجيب منها طاقة الوضع. طب طاقة الحركة نص الكتلة في مربع السرعة، نص الكتلة عندي اهي 2 يبقى الكتلة هتبقى نصها 1 في مربع السرعة. كلمة مربع يعني اضرب الرقم في نفسه، يعني 4 في 4 ب 16 يبقى 1 في 16 بتساوي 16. ميس. نعم يا حبيبتي. ممكن حضرتك تبعتيها على جروب أولى أول ألف عشان مش في جروب الدفعة؟ جروب أولى أول ألف.